النهارده الحقيقه صحينا الصبح كده على مش الصبح الحقيقه الكلام ده حاصل من امبارح تقريبا، لكن بدات الاخبار تنتشر النهارده الصبح لقصه في الحي الراقي، قصه في الحي الراقي. طبعا احنا ظهرت كده اخر حاجه الواحد كان عارفها وكان واعي عليها كانت مارينا في الساحل الشمالي، القرى الساحلية اللي موجودة في الساحل الشمالي كانت مارينا واحد ومارينا اتنين، دي كانت آخر حاجة يعني الواحد سمع عنها. وفاكرة كويس قوي ان واحنا الواحد خلاص بيسيب مصر في 2013، ان كانت ظهرت في 2012 و2013 حاجة كده اسمها مراسي، قرية مراسي، ان هي دي بقى يعني ايه خلاص اللي في مارينا دول بقوا من الناس اللي على قد حالهم، الناس الهاي كلاس خالص دول انتقلوا وراحوا الى مراسي. وبعدين واحنا بره بقى احنا بره نتفرج بس على اللي بيحصل كده من الفيديوهات ومن الشاشات، سمعنا عن حاجه اسمها هاسيندا، ان هي دي بقى خلاص دي التوب بتاعت الساحل الشمالي، دي اللي فيها رجال الاعمال، دي اللي فيها اثرياء مصر، دي اللي فيها الطبقه المخمليه في المجتمع المصري، سابت مارينا وسابت الساحل وسابت مراسي وانتقلت إلى هاسياندا اللي هي بقى المفروض رقم واحد خالص. فلما بتحصل خناقات في قرى من النوع ده لازم الخناقات تبقى على قد المستوى بتاعة السكان بتوعها، السكان أصحاب الفلل وأصحاب القصور وأصحاب الشاليهات اللي موجودة هناك. الخناقة اللي حصلت النهاردة عشان بس تبقوا عارفين ان احنا فعلا عايشين في عالم موازي اخر، يعني تستغرب جدا ان في نفس البلد اللي فيها ناس حرفيا بتكح تراب هي نفس البلد اللي فيها ناس ماشيين بالبودي جاردات، ماشيين بالحراسة، ماشيين بتلاتة أربعة جيب قدامهم وتلاتة أربعة جيب وراهم وهو ماشي بعربيته في النص. ده بيحصل وده مش مسؤول كبير في البلد ولا أي حاجة، دي ناس بيكون ربنا يعني فتح عليها. والحقيقة طول الوقت لما بشوف مثلا على السوشيال ميديا حد بيتكلم على شخصية مشهورة انه بيتفسح او انه في قرية معرفش فين او في جزيرة فين او راكب عربية شكلها ايه، بقول حاجة واحدة وموقفي في القصة دي ثابت ما بيتغيرش. طالما الشخص ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى فنان، لاعب كورة، ممثل، بتاع بيزنس، رجل اعمل، طالما الراجل ده او الشخصية دي ما قدرش انه اسفه مش ما قدرش، ما كانش في يوم من الايام ماسك منصب حكومي وداخل على باب الله وخرج منها بالسيارات والقصور والكلام ده، وده من شغله من فلوسه، هو حر. تبدأ مشكلتي معاه لو الراجل ده كان يعني داخل كده منصب وخرج منه بيتفسح في جزر في اليونان وعنده يخت وعنده معرفش السيارة اللي شكلها ايه واللي نوعها ايه، هنا تبقى فيه مشكلة. لكن طول ما الراجل ده بالشغل بتاعه اللي هو بقى الله أعلم شغل نظيف شغل مش نظيف، بمصالح مش مصالح، ده شغله ودي فلوسه. حتى لو فلوسه دي جابها مثلا عن طريق انه اشترى أراضي بملاليم وباعها بعد كده بملايين، برضو في النهاية هو ما مدش ايده في جيبي وسرقني، اللي ساعده على السرقة هو اللي يتحاسب، لأنه برضو هو حتى لو فلوسه دي جايبها بمساعدات وبأمور فيها شبهات فساد إلا أن اللي سهله الفساد ده هو بالنسبة لي المجرم الأساسي، مش اللي طمع في أنه يعني يبقى في يوم وليلة من الأثرياء. المهم في خناقة بقى من خناقات الأثرياء، وعلى حسب ما تردد النهاردة على السوشيال ميديا واللي هنجيب لكم الحكاية كلها، قرية هاسياندا دي المفروض ان هي يعني ما فيش زيها ولا بعدها، لسه التوب خالص، وفيها قصور لناس كتيرة رجال اعمال وشخصيات مهمة في الدولة. ولان طبعا فيها ناس مهمة وناس تقيلة والناس دي احتفالاتها وسهراتها وخروجاتها مختلفة عن الناس العادية اللي بتروح سينما وتأكل ولادها في ماكدونالدز وبيروحوا، في نمط حياة مختلف. في مطعم هناك اسمه لوسيدا، ويقال ان المطعم ده يعني اشهر واهم مطعم موجود في الساحل الشمالي كله مش بس في هاسياندا. يطلع المطعم ده بتاع مين؟ بتاع واحد اسمه احمد ممدوح، بس ما ينفعش اقول احمد ممدوح واسكت، لازم اقول لك احمد ممدوح البلتاجي ابن وزير السياحه الاسبق. الشاب عنده مطعم
وقدر انه يجيب له تراخيص وقدر انه يجيب له التسهيلات عشان يتحول مطعم لوسيدا ده لاهم واشهر مطعم مش في هاسياندا، ده موجود في الساحل الشمالي كله. وبطبيعه الحال في مزيكا وفي دوشه وفي ناس رايحه تنبسط وناس رايحه بتقضي الويك اند بتاعها، فطبيعي ان ويفتكروا من سنه او من سنتين كان في خناقه كبيره حصلت وحادثه كبيره وكنا عرضناها، ما كنتش انا الحقيقه اللي عرضتها بس كان حد من الزملاء معانا هو اللي عرض الفيديو. الخناقه بدات الساعه 6 الصبح، 6 الصبح مش رايح يعني 6 الصبح خارجين من المطعم ده، والخناقه حصلت بسبب عربيه مين قافله على عربيه مين، وكان ضرب نار وخلافات وخناقات وصويت و 6 صباحا 6 6 ونص صباحا الشمس طالعه كده ودول يا دوب خارجين من المطعم. فطبيعي ان بعض السكان اللي مالهمش في الجو ده، لان اكيد مش كل اللي بيروح هناك يبقى لازم انه يكون بيسهر، لازم اللي يكون بيخلص سهرته الساعه 6 صباحا، في ناس بتنزعج، بتنزعج من الاصوات، بتنزعج من الصوت العالي، من الدوشه زي ما يكون. وفي ناس قلنا ان اغلبهم ناس تقيله وناس ليها وزنها. فيحصل يا سيدي ان بالصدفه كده يكون جنب المطعم الشهير ده اللوسيدا قصر كبير بيسكنه المهندس هشام طلعت مصطفى. هشام طلعت مصطفى اللي هو بتاع مدينتي، اللي هو بتاع مدينتي، اللي هو لسه الاسبوع اللي فات حصل حادثه واتنين، واحد والاتنين دهس سيارات الاتنين، واحده واحد النهارده حتى حولوه للمحاكمه العاجله العسكريه، الضابط اللي هو زياد النقيب زياد ده الطبيب تم تحويله النهارده للمحاكمة العاجلة، ونتمنى ان شاء الله ان شاء الله العدل ياخد مساره الصحيح وان يكون في حكم عادل، حكم عادل عليه. وبرضه امبارح جبنا لكم الحادثة الثانية بتاعت صاحب مطعم شهير لسه مش عارفين اسمه، دهس عامل امن بيشتغل في احد المساجد اللي هناك، وهو كان في الساحل الشمالي في هاسياندا عشان يمكن محتاج انه يروق دماغه من المشاكل اللي حصلت. فحسب شهود العيان وحسب الناس اللي كانت موجودة واللي حضروا الخناقة، إن قبل كده المهندس هشام وهو في القصر بتاعه اللي قريب من المطعم ده أو من الكافيه ده بقى زي ما يكون، بعت البودي جاردز بتوعه للموجودين للاستاف اللي موجود في المطعم وقال لهم لا والله الباشا مش عارف ينام، وطوا المزيكا شوية وما تكرروش الدوشة دي تاني وتنتهي القصة على كده. ده الكلام اللي حصل من فترة. والقائمين على إدارة المطعم ده، خلوني أقول عليه مطعم يعني، القائمين على إدارة المطعم ما استجابوش، فما كانش فيه من المهندس هشام طلعت مصطفى غير أنه راح وحرر محضر، والكلام ده اتنشر في القاهرة 24 أظن الشهر ده أو الشهر اللي فات، يمكن يكون معنا يوم 5، يوم 5 وإحنا النهاردة 9 من 4 أيام تقريبا، راح عمل له محضر رجل أعمال شهير يحرر محضر إزعاج ضد مكان سهر يمتلكه نجل وزير السياحة الأسبق في هاسياندا، هاسياندا ريد، واضح إن هاسياندا دي كذا كذا لون بالساحل الشمالي. وفي تفاصيل الخبر كل الموضوع كان إشارة إلى إنه هشام طلعت مصطفى، والواقع بدأت إن رجل الأعمال لفت انتباه القائمين في لوسيدا إن الأصوات المرتفعة اللي بتخرج من المكان والضوضاء بتسبب حالة إزعاج للسكان جنبهم، وهم اللي بيطالبوهم بضرورة خفض تلك الأصوات وعدم الإزعاج، العودة للإزعاج السكان مرة أخرى، وده الأمر اللي قوبل بحالة من عدم الاهتمام من قبل القائمين على إدارة المكان، وأدى ذلك إلى تفاقم الأزمة، ومنها ما كانش فيه من رجل الأعمال الشهير إلا أنه راح حرر محضر ضد المكان. وعلى فكرة ده حقه، فكرة أن يكون برضو في مكان بيعمل حفلات وحفلات صاخبة في وسط مجمع سكني أو قريب من مجمع سكني في ناس وفي بيوت وفي أطفال، دي حاجة يعني الحقيقة مزعجة، وأنا شايفة أن لغاية دلوقتي الموضوع مش بشكل طبيعي. بعض الناس، بعض الناس واللي هنجيب لكم دلوقتي كلامهم واللي بيعتبروا أن هم شهود عيان وكانوا حاضرين الواقعة، قالوا أن أول امبارح بقى أو يمكن يكون يوم 4 يعني الله أعلم، هشام طلعت مصطفى بنفسه راح للمطعم لوسيدا ده وجاب احمد البلتاجي، والاثنين فضلوا يزعقوا لبعض، وطي الصوت، احنا مش عارف اقعد، لا من ده ما تكلمنيش كده،
انت فاكر نفسك مين، انت مش عارف انا مين، لا ده انت اللي ما تعرفش انا مين وابويا مين، كلمه من ده على كلمه من ده، بيقولوا ان توقعوا ان الموضوع خلص على كده وان بكره الصبح هيسلموا على بعض ويبوسوا بعض وخلاص يا ابني الموضوع خلص على كده وانا سامحتك وخلاص يا عم وانا مش هعمل كده تاني. لكن اللي حصل غير كده خالص. اللي حصل المشهد ده. فاكرين فيلم تيتو؟ تيتو بتاع احمد السقا كان في مشهد شبه كده. الاول بس عشان اللي مش واخد باله ايه اللي حصل وايه المشهد ده، ده جرافات وبلدوزرات راحت الصبح على لوسيدا المطعم امبارح تحديدا، امبارح الصبح، وجابوا عليه وطي، جابوا عليه وطي. فيلم تيتو بتاع احمد السقا وعمرو واكد وخالد صالح كان في مشهد شبه كده بالظبط، لما احمد السقا دخل في خلاف مع الشخصيه المهمه جدا اللي هي كانت خالد صالح، فما كانش فيه الا انه بعت له البلدوزرات كده على المطعم بتاعه، جابوا عليه وطين. طبعا في ناس كتيره حكي القصه اللي انا قلتها، ومنهم الدكتور عمار علي حسن اللي نقل بوست عن احد الاصدقاء اظن محمد خطاب اللي نشر البوست كامل، زي برضو الاستاذ شريف العصفوري اللي كتب ان الوزير السابق ممدوح البلتاجي تنظيم طليعي وزير السياحه له قصه خدمتني. المهم يعني القصة بيقول لك فيها ان ده كان واحد من احد موارد السياحة وسياحة المؤتمرات الى اخره، وحاكي القصة تقريبا زي ما قلناها لحضراتكم بالضبط. وكمان زي ما قلت لكم الاستاذ عمار علي حسن هو كمان نشر ما حدث على لسان شهود العيان. الناس وهي واقفة اهو قدام حضراتكم البوست، هشام طلعت مصطفى يزيل مطعما في هاسيندا من الوجود، صاحبه ابن وزير سابق لان صوت الزبائن يزعجه وهو في قصره القريب. هكذا الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب كتب في التفاصيل الواردة هنا، والتفاصيل اللي مكتوبة تقريبا زي ما شرحتها لحضراتكم بالظبط. دي الحكاية ودي القصة زي ما حصلت. قبل الحلقة على طول في بيان الحقيقة خرج من مكتب المهندس هشام طلعت مصطفى بينفي فيه القصة كاملة، يعني بينفي فيه القصة كاملة وإن ده ما حصلش وإنه ملهوش علاقة بالأمر خالص، وإن أنا مش فاهم ليه تم الزج باسمه في قصة زي كده. خلوني يعني إعمالا بالحق إن زي ما قلت لحضراتكم الواقعة زي ما تم نشرها وزي ما تم تداولها، إن أنا أقول لكم برضو ما نشره هشام طلعت مصطفى. هو بيتكلم على إن بالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من اتخاذ الجهات المعنية لإجراءات في مواجهة أحد أماكن السهر المتواجدة على شاطئ إحدى المنتجات السياحية بالساحل الشمالي، وما تضمنته تلك المنشورات من الزج باسم السيد هشام طلعت مصطفى والربط بينه وبين الواقع خلافا للحقيقة، ولما كان ما جرى تداوله يمثل افتتانا على الحقيقة ونيلا بغير حق من السيد هشام طلعت مصطفى، فإنه احتراما لحق الرأي العام في المعرفة وحرصا من أن يفسر الصمت عن توضيح الحقائق أنه إقرار بالمغالطات، فلازم التنويه والتأكيد على أن السيد هشام طلعت مصطفى ليس طرفا مطلقا في تلك الواقعة، وأن الربط بينه وبين الواقعة مرده إلى كونه مالك لإحدى الوحدات بهذا المنتجع، خاصة وأن السيد هشام طلعت مصطفى لا يتواجد في مسكنه المشار إليه إلا نادرا،
وعلى الأخص أنه لم يكن متواجدا في المنتجع مطلقا منذ أسبوع من تاريخه، بما يكون معه الزج باسمه في هذا الأمر على غير سند، ويكون الاستمرار في هذا التناول غير الأمين بعد هذا التوضيح والنفي القاطع لصلته بالواقعة متحققا في معنى الإساءة والنيل منه إلى بقى آخره، إن أنا ملوه إن هو ملهوش دعوة خالص وإنه ما كانهوش علاقة بالأمر. الحقيقة لو هو ملهوش علاقة بالأمر، طيب بخصوص الشكوى اللي تقدمت في 4 يوليو، هل مثلا أحد العاملين أو أحد المقيمين في القصر اللي بيملكه 5 يوليو أسفة يعني من 4 أيام، هل أحد العاملين هو اللي راح عمل المحضر نيابة عن اسم الأستاذ هشام طلعت مصطفى؟ الحقيقة لو عايزين رأيي، ده رأيي الشخصي، عشان بس يعني إيه مش رأي القناة، رأيي الشخصي. اللي حصل إن بعد التصرف اللي حصل وبعد هدم المطعم اللي طبعا أكيد أكيد الخسائر فادحة فيه، كفاية وقفة الناس وهم شايفين مصدر رزقهم وأكل عيشهم بيتهد قدام عينيهم، وإن اسم هشام طلعت مصطفى بين كل اللي واقفين، وإن الصحفيين يكتبوا على بعض المواقع وبعض الأخبار دولة هشام طلعت مصطفى، شعر بأنه حط نفسه وحط النظام في حرج شديد، فلازم يطلع بيان يخرج من القصة دي تماماً. لكن الحقيقة في تفاصيل احنا سردناها على حضراتكم، وجبنا من اول الخناقة الاولى كانت امتى، المحضر اللي حرره كان امتى، وصولا للناس اللي بتقول دولة هشام طلعت مصطفى. وفي ناس يقولك صراع الديناصورات وصراع الجبابرة، زمان كان يقولك الحيتان، ده حوت مدينة نصر، ده حوت المهندسين، دلوقتي احجامهم كبرت شويتين من حوت الى ديناصورات.